السلام عليكم، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. بغيت نشارك معكم هذا القفطان اللي قمت بتزيينه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وكالعاده الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بالضغط على زر الاعجاب، واللي ما مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. اي تسال ولا اي استفسار خليوها لي في التعليق. بالنسبه لهذا القفطان فكما كتشاهدوا شريته السيده غير مزين، من غير دوك الحجيرات اللي فيه في الوسط، وكذلك على الجوانب، يعني بعض الوصف يمشي بزاف، وهي بغات يكون يعني عامر بالاحجار. فهنا اختاريت لها خمسه ديال الانواع، كاين هذا النوع هذا اللي في اللون قرونة، وكذلك في بلوغوا، ايضا كنحتاج هاد الشميسه هادو خدمتها هما في اللون قرونة، لان هي دارت مزيج بين القرونة والبلوغوا. كذلك هاد العقيق اللي جا على شكل مربع في اللون الوردي، وكذلك الازرق. واهم حاجه اللي غادي نلصق بها العقيق كالعاده هي لاكول ب 7000. الان كناخذ هاد الورق المقوى، غادي نوضعو لداخل باش ما يتوب ملي نلصق العقيق ما يلصقليش توب على التوب الاخر ديال الجهه ديال الظهر. كنقدو بهذا الشكل كما كتشاهدوا. غادي ناخذ العقيق، غادي نبدا بالوسط الاول، من بعد غادي نعمر الجوانب. ومهم العقيق راه كيبقى لاصق، وبالنسبه للناس اللي بغاو يعاودوا عليه بالخيط يمكن ليهم يعاودوا. فانا دائما كنستعمل لاكول لانها كتثبت العقيق مزيان، من بعد كنبقى نعاود عليه بالخيط. نخليكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخر.
في الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال القفطان بعد ما قمت بملؤه بالعقيق، جا على هذا الشكل كما كتشاهدوا زوين بزاف. بالصحه والراحه لمولاتو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.